بدأت ظاهرة الكتابة على الجدران في بداية الثمانينات عندما نشطت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، ولكنها دخلت على نطاق واسع مع بداية الانتفاضة الأولى في ديسمبر عام 87، وأصبحت هذه الجدران بمثابة الصحف التابعة لفصائل منظمة التحرير، وكانت تنشر من خلالها أيام الإضرابات، الفعاليات الانتفاضة، معي الشهداء وهكذا. سعت السلطة إلى إنهاء هذه الظاهرة وطلت جدران المنازل بألوان زاهية، ولكنها عادت مرة أخرى مع اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، وأصبحت جزء من الثقافة الفلسطينية لا غنى عنها، إذ استمرت حتى اليوم ولكن بدرجة أقل. اليوم صارت الكتابة على الجدران شغلة أساسية من الفرح الفلسطيني، زي ما بيعمل حفل العريس، زي ما بيكتب على الحيطان، زي ما بيعمل السمجية، بنكتب كمان للحجاج في موسم الحج، بيكتر الطلب على الخطاطين، كمان كتبنا لكورونا. من الجانب المادي كتير مستطيل تحسبها أنه أرخص لي أنا كدعاية وإعلان، بجيب خطاط بيكتب لي كلمتين بالخط العريض، بيبرز اسم المؤسسة أكثر ما أنه يعمل دعاية أو برومو قصير على أحد الإذاعات. أكيد الخط العربي والرسومات الجمالية هاي بتعطي جمال أكثر، يعني أنت تشوف صفحة ورقة فاضية ولا تشوفها ملونة وفي عليها رسمة، أكيد الرسمة أجمل.